بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. ثم ذكر رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه. قال: أتتك بالحديث على وجهه. قال: باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. والإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة بناء على هذه الرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها في قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. يبقى ده في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. يبقى أن قلب هذا الحج إلى عمرة، ثم حيهل بالحج في يوم التروية. يبقى ده التمتع كما بينا ذلك في روايات السابقة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي ألا يحل حتى يكون يوم النحر، يبقى يظل على إحرامه من اللحظة التي أهل فيها حتى يؤدي أعمال يوم النحر ويتحلل عند ذلك. أما من لم يكن قد ساق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة أن يتحلل من عمرته، ثم يهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة أي في يوم التروية. تقول عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ تستفسر. قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. يبقى لم يستأذن منهن، وبالتالي ذبح عنهن، يبقى من غير أمرهن، كما يعني بواب الإمام البخاري رحمه الله. وكما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنه دخل عليهم في يوم النحر بلحم بقر، ولما سئل عن ذلك قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. فبواب الإمام البخاري رحمه الله ذبح الرجل بقر عن نساء من غير أمرهن. طبعا دي أساسا بيبقى فيها النيابة وفيها الوكالة، فيها النيابة وفيها الوكالة، لكن جاز ذلك أن يصنع الزوج هذا الأمر من غير أمر من زوجه، وبالتالي يجزئ عند ذلك، حيجزئ عند ذلك بناء على ما بواب له الإمام البخاري رحمه الله. قال يحيى: فذكرت للقاسم، أي ذكر ذلك للقاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أتتك بالحديث على وجهه، أي أنها ساقت الحديث بتمامه ولم تقتصر منه شيئا. ثم ذكر الباب التالي: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. في رواية السابقة قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. النحر دايما بيكون للإبل، والذبح بيكون لغير الإبل، ولكن جاز أن يقول نحر البقر، وجاز أن يقول ذبح الإبل،
يبقى المقصد أنه زكاها، المقصد من ذلك أنه زكاها. لكن أصلا النحر بيكون للبعير الإبل، وإن الذبح بيكون لغير الإبل. فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، وكما قال الدخل عين يوم النحر بلحم بقر، وقيل هذا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. يبقى مقصده أو مقصد الرواية أنه ذبح ذلك البقر، لكن جاز أن نقول نحر البقر، وجاز أن نقول ذبح الإبل، ولكن الإبل دائما بتنحر والبقر بيذبح. ولكن جاز يعني أن اللفظة يعني تدل على المعنى المطلوب، أي أنه زكاها، ذبحها أو نحرها أي زكاها. ثم ذكر الباب التالي، باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنن. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله رضي الله عنهما كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية ثانية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. يبقى هذا المنحر الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أحرص الصحابة رضي الله عنهم عن اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيهتم دائما بدقائق السنن، يبقى يتلمس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأماكن التي فعل فيها هذه الأفعال إن تمكن، وكذلك كان يتحرى ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يبقى منى كلها منحر لكن نحر في هذا المكان. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حريص أن ينحر في نفس الموضع الذي كان ينحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في منى. لذلك قال نافع رحمه الله أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما حتى بيتغير نفس المواضع، يبقى نفس الأماكن التي صنع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الفعل يبقى كان بيتغير، يبقى مش بيتغير نفس الفعل فحسب، ولكن أيضا بيتلمس نفس الموضع الذي صنع فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، وهو في المزدلفة، يبقى كان في المزدلفة، يبقى على ذلك كان بيرسل ذلك الهدي من المزدلفة من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان يبقى إيه يعني بيسبق في الوصول إلى ذلك المنحر قبل غيره، يرسل أو يبعث ذلك الهدي مع حجاج فيهم الحر والمملوك. يبقى كان بيرسل ده مع حجاج فيهم الحر والمملوك، وكما بينا يبقى في حال المزدلفة يبقى إذا أمضى يعني أكثر من شطر الليل يبقى على ذلك ممكن بيدفع من المزدلفة. وكما بينا في ضعفة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ضعفة أهلي بليل من جمع، قلنا حتى يبقى يصلون الفجر بمنى يدركون رمي جمرة العقبة قبل أن يدفع إليها الناس، فإن الناس لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد قبيل طلوع الشمس، يصلون الفجر بالمزدلفة ثم يقفون عند المشعر الحرام يدعون ويذكرون الله عز وجل حتى إذا كادت الشمس على الطلوع، فكانوا يدفعون مع الإمام من المزدلفة إلى منى حتى يأتون بأعمالهم النحر، أولى ذلك هو رمي الجمرة. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبعث بهدي من جمع من آخر الليل مع حجاج فيهم الحر والمملوك. معنى الكلام أنه هو أي لا يشترط أن يرسل أو يبعث ذلك الهدي مع الأحرار دون الأرقاء، ولكن جاز أيضا مع المملوكين مع الأرقاء، يبقى جاز أنه يرسل ذلك الهدي سواء كان مع الأحرار أو كان الأرقاء. ده طبعا المقصد من الكلام مع حجاج فيهم الحر والمملوك. المملوك. ثم ذكر الباب التالي، باب من نحر هديه بيده.
قال نحر هدي بيده. وذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين. يبقى قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. ده النحر دايما بتبقى الإبل قائمة معكوفة الرجل اليسرى وقائمة على باقي القوائم فيقوم بنحرها في لبتها غير الذبح. يبقى الذبح لابد من إراحة الذبيحة على الأرض وبعد ذلك بيقطع البلعوم والودجين لكن في النحر بينحر الإبل وهي قائمة. لذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وده الشاهد من الكلام من نحر هدي بيده وده من السنة. يبقى في حال الأضحية في حال الهدي يبقى إن تمكن الإنسان من نحر أو ذبح هذه الشاء أو هذه البقرة أو هذه البعير بيده يبقى ده الأولى. يبقى هذا هو الأولى أن يباشر ذلك بيده. فرق ما بين هو نحر بيده وفرق أنه هو يبدأ في مسألة نزع الجلد. يبقى نزع الجلد ممكن يتولى يعني أحد نزع ذلك الجلد لكن هو النحر مقصود بها يبقى الذبح راقة الدم. يبقى هو الذي نحر أو ذبح يبقى ده الذبح فكان يمارس ذلك بيده يبقى ده الأفضل وهذا هو الأولى. يبقى في حال أضحية يبقى المضحي هو الذي يقوم بتزكية هذه الشاة بيده ثم يقوم غير ذلك المزكي بمسألة سلخ الشاة. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما يبقى في النحر يبقى هي قائمة في الذبح أساسا. ده الفرق بين الذبح والنحر. يبقى النحر قائمة تكون في لباتها لكن بالنسبة للذبح يبقى وهي على ملقاة على الأرض وبيقطع البلعوم والودجين. وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. يبقى ضحى بكبشين أملحين أقرنين قال عنه وعن آله والثاني عن أمته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب نحر الإبل مقيدة ونحر البدن أيضا قائمة. الباب التالي قال باب نحر الإبل مقيدة والباب التالي باب نحر البدن قائمة. فقال باب نحر الإبل مقيدة ذكر رواية عن زياد بن جبير رحمه الله قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحر الإبل مقيدة يبقى أي مع قولة القدم اليسرى مع قولة القدم تبقى قائمة على باقي القوائم. يبقى لها أربع قوائم يبقى نقول الرجل اليسرى يبقى بتعقل هذه الرجل بتقيد وأن بحيث أن هي لما يقوم بنحرها بتسقط على الأرض بعد ذلك ولا تفر ولا تند منه وأن لأن الإبل بيند يعني ويبقى صعوبة أن احنا نأتي بالإبل الشاردة. وكذلك يخشى من عقبة ذلك الأمر أن الإبل ممكن تقتل يعني من قام بنحرها. فبالتالي بتبقى معقولة الرجل اليسرى وتبقى قائمة على باقي القوائم حتى يسهل مسألة نحر الإبل. فابن عمر رضي الله عنهما أتى رجل قد أناخ بدنته ينحرها يبقى ألقاها على الأرض وهي على ذلك النحر بيكون هي قائمة. فقال ابعثها قياما مقيدة يبعثها قياما وهي قائمة وكذلك مقيدة أي معقولة الرجل اليسرى حتى يسهل مسألة النحر. قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا السنة كده. طب هو لو كان يعني ألقى على الأرض نقى على الأرض ثم نحرها بهذه الصورة أو ذبحها يبقى حنقول إن يبقى صحيح لكن فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ذبح الإبل يبقى تجزي طالما أنه ذكاه بالصورة الصحيحة والنحر البقر تجزي طالما أنه نحرها بالصورة الصحيحة لكن هيبقى فيها مخالفة لهدي النبي
صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أنكر على الرجل أنكر أنه قد خالف في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن الإبل تنحر وهي قائمة مع قلة الرجل اليسرى أن حتى يسهل مسألة النحر، فإن أنخها وجعلها على جنبها وذبحها أو نحرها في هذه الصورة يبقى تجزي طالما أنه هو نحر بالصورة الصحيحة، ولكنها يكون فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على من خالف السنة، مع أن هذه سنة وإحنا دائما نقول هذه سنة، من فعل ذلك أثيب ومن ترك ذلك فلا يعاقب، لكن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على من خالف السنة. طالما أن هو الأمر يتوفر عند الإنسان ويتمكن أداء السنة فإياك أن تذهب إلى غيرها، يبقى إياك أن تذهب إلى غير السنة طالما كان الإنسان متمكنا من أداء السنة. إياك والزهد في السنة، إياك والغفل عن السنة، بل لابد من البحث والتفتيش عن السنة. قلنا هذا الرجل لما فعل ذلك ممكن يكون فعل ذلك عن جهالة لا يعلم، ودائما الإنسان يقع فيما يجهله، فممكن بيفوت عن الإنسان ثواب وأجر كنتيجة لجهل الإنسان بالسنة. وبالتالي الإنكار بيكون الإنكار المنكر على منكر فعله الإنسان، لكن ده أنكر لترك الرجل للسنة، يبقى أنكر لترك الرجل للسنة، يبقى كان جاهلا فأنكر عليه، وأيضا يعلمه كيف يؤدي هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت السنة يبقى الآن، كما بينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما كان أميرا في الحج وخرج معه الحجاج فقال عند الزوال إن أردت السنة الآن، يبقى الآن هو بيبدأ توقيت الدخول إلى عرفات، إن أردت السنة. والإنسان يبقى حريص جدا على إصابة السنة، حريص على إصابة السنة، يبقى لما بنعرف أي سنة ألتزم ذلك. إيه اللي هيمنعني من عدم التزام؟ ما الذي يمنعك من مخالفة السنة؟ وما الذي يمنعك أن تزد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك لماذا بتغفل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دي فعلة هنفعلها، طب لماذا لا أفعل الفعلة تكون موافقة للسنة ولا تخالف السنة؟ ده يتطلب الإنسان أنه يكون عنده حرص في الداخل على أداء السنة والبحث والتفتيش عن السنة، وأيضا يعالج ذلك الزهد أو الغفلة أو الجهل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال نحر إبل مقيدة بالسنة ونحر البدن قائمة أيضا هذه السنة. قال ابن عمر رضي الله عنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنه صواف أي قياما، صواف أي قياما، لما تنحر وهي قائمة. وكذلك ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. كذلك ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. قال باب نحر البدن قائمة، يبقى الإبل لما بتنحر تنحر قائمة. احنا البدن دي بتطلق على البعير وعلى البقر وعلى أيضا الجاموس، يبقى على الأحجام الكبيرة، لكن المقصود بالبدن هنا هي البعير، المقصود بالبدن هنا هو البعير. فالبعير بتنحر قائمة وأيضا مقيدة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، بيصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في العام الذي حج فيه يبقى صلى بالمدينة الظهر ثم مضى في سفره، فصلى الظهر أربعا
في المدينة، ووصل إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، أي أنه قصر في صلاة العصر، وقال فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، لبى مرة ثانية. احنا ذكرنا الكلام ده على أساس أن هناك جموع لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يظهر ذلك الأمر، يبقى كان هذا الأمر شو بداية الإهلال، هو أهل من ذي الحليفة، ولكن لما كان بالبيداء وفي حشود كثيرة يبقى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أراهم كيف تكون التلبية، أراهم كيف تكون التلبية، فلبى بهما جميعا وهو لما وصل إلى البيداء. وكان المقصد من ذلك إظهار هذا النسك لمن تخلف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاله بذي الحليفة، يبقى كان تأكيدا، ما كانش إنشاء، ولكن أنشأ ذلك الإهلال بحج العمرة بذي الحليفة، ولما وصل إلى البيداء أيضا لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، يبقى كل من لم يسق الهدي أمرهم أن يطوفوا بالبيت ثم بالصفا والمروة ثم يكون التقصير، وعند ذلك حلوا وأدوا هذه العمرة ثم يهلون بالحج في يوم التروية اليوم الثامن. ونحر النبي، وده الشاهد من الكلام، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مدينة 4 والعصر ذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج. إلينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وصل إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، وعلى ذلك بات بها ثم أصبح، وما أهل إلا عندما ركب على راحلته، ثم لما وصل أيضا إلى البيداء لبى بهما جميعا حتى رأى هذه الجموع قال خذوا عني مناسككم. يبقى الشاهد نحر الإبل مقيدة، يبقى معقولة الرجل اليسرى وتبقى قائمة على باقي القوائم حتى يبقى في سهولة في نحرها دون أن تفر أو تند، وكذلك حتى نأمن يعني ألا تركل ذلك الذي يقوم بنحرها. باب نحر البدن قائمة، ويبقى تكون قائمة، وهذا هو السنة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر الباب، باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا، قال باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت الحماة ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. يبقى لا يعطي الجزار من الهدي شيئا، والكلام ده أيضا بينطبق على الأضحية، لا يعطي الجزار من الهدي شيئا، أي أنه يكون كأجرة أو جزء من الأجرة، يبقى لا يجوز أبدا أنه يعطي بعض اللحم الهدي أو الأضحية إلى الجزار كأجرة للجزار لنحره أو لذبحه هذه البهيمة، وكذلك أو أن يكون جزءا من أجره، أو يكون جزءا من أجره لا يكون هو أساسا، يبقى حتى أي جزئية من هذه اللحوم أو الجلد أو غير ذلك يبقى لا يجوز أن تكون في إجارة الجزار، يبقى الأجرة تدفع له كاملا من غير هذه اللحوم أو الجلود الأضاحي أو الهدي. ولذلك قال باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا كأجرة، يعني كمسألة أجرة، إما يكون الأجرة أو جزء من الأجرة، فهذا لا يجوز. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها، يبقى حتى الجلد اهو. قال أيضا في الرواية الثانية قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها،
يبقى لم يعطي الجزار شيئا من الهدي عوضا عن أجرته، إما هي تكون الأجرة أو جزء حتى من الأجرة. لكن جاز إن احنا نعطي الجزار كهدية أو نعطي الجزار لأنه يعني فقير من فقراء المسلمين، يبقى ده بعيدا. بس الكلام ده بعدما يوفى الجزار الأجرة، بعدما يوفى الجزار الأجرة، فلذلك لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. يبقى على ذلك لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علي رضي الله عنه أن يقوم على البدن، أمره أن يقوم بتقسيم اللحوم على الناس الفقراء، وأمره أيضا أن يقوم بتقسيم الجلال والجلود. قلنا الجلال اللي هو الكساء الذي يضع على ظهر البعير، والجلود طبعا أدي جلد، يبقى لا يجوز بيع الجلد ولا يجوز أن يعطى كجزء من الأجرة، كجزء من الأجرة. ساعات كده الجزار يعني لما بيجي يتفق يبقى يعني بيتفق، قال يا ترى هناخد الجلد، وبالتالي لو قلنا لا هتاخد الجلد ممكن يعني يقول الله يبقى هي يتبقى جزء بقى من الأجرة يبقى كذا، لو مش هاخد الجلد يبقى بيذكر الأجرة كاملة، يبقى جعل الجلد ده جزء من الأجرة، وهذا لا يجوز، لا يكون من الجلد ولا من اللحم ولا من الشحم، ولكن يعطى الأجرة خارج الهدي أو خارج هذه الأضحية. وجاز أن نعطي ذلك الجزار شيئا لأنه أحد فقراء المسلمين أو على سبيل الهدية، أو على سبيل الهدية. فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. يبقى العطية اللي هو هيعطيها للجزار يعني عوضا عن أجرتها أو عن جزء من أجرتها يبقى ده لا يجوز، لكن هذا لا يمنع التصدق على الجزار إن كان فقيرا، إن كان فقيرا. ثم ذكر الباب التالي، باب يتصدق بجلود الهدي. قال يتصدق بجلود الهدي، يعني ده إشارة من الإمام البخاري رحمه الله على عدم جواز بيع جلود الهدي أو جلود الأضاحي، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. يبقى حتى مسألة الجلود يبقى لا يجوز أن تكون كجزء من أجرة الجزار، يجوز يبقى مش اللحم فقط، يبقى لا يجوز أن احنا نعطيه من لحمها كجزء من الأجرة، ولا يبقى لا يجوز أن نعطي الجزار شيئا من لحم الهدي أو الأضحية كجزء من الأجرة، وكذلك لا يجوز أن نعطي الجزار الجلد كجزء من الأجرة. يبقى لا يباع جلد الأضحية ولا يباع جلد الهدي، وكذلك أيضا لا طبعا نبيع من لحمها. لذلك قال باب يتصدق بجلود الهدي. يبقى زي ما بنتصدق على الفقراء باللحوم نتصدق على الفقراء بجلود الهدي. قلنا حتى يعني لو قام الإنسان الذي ضحى ببيع جلد الأضحية ثم رد ذلك على الفقراء، لا يتم بيع شيء منها، لا يتم بيع شيء منها، ولكن هي تسلم الفقير، فإن أراد أن يقوم ببيعها قام ببيعها، إلا إن أخذ الوكالة من الفقير أنه يعني له هذا الجلد، فإن يعني وكله الفقير لبيعها يبقى دي مسألة أخرى، غير أنه يتطوع ببيعها ثم حتى لو سلم ذلك المال اللي هو ثمن الجلد إلى الفقير، لا، يبقى يتصدق بالجلد والفقير له حق التصرف في ذلك. يبقى باب يتصدق بجلود الهدي يبقى دليل على عدم جواز بيع جلود الهدي، وكذلك عدم جواز بيع جلود الأضاحي. ثم ذكر الباب التالي، باب يتصدق بجلال البدن. فإن الجلال اللي هي الكساء الذي يوضع على ظهر البعير، الكساء الذي يوضع على ظهر البعير، يبقى إن كان حتى لو أكثر من كساء يبقى كل ما وضع على ظهر البعير يبقى ده الجلال، ويقوم أيضا بالتصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
علي رضي الله عنه أن يتصدق بجلال البدن. قال في رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أن عليا رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. يبقى أقسم الجلد وأقسم الجلال اللي هي الكساء الموضوع على ظهر البعير، وأيضا قام بتقسيم اللحوم على المستحقين. يبقى بتصدق بجلال البدن، يبقى الكساء الذي يوضع على ظهر البدن يبقى يقوم أيضا بالتصدق بها، بجلد أيضا البدن يقوم بالتصدق بها كما أنه تصدق بلحومها. فلذلك قال باب تصدق بجلال البدن. ثم ذكر الباب التالي قال باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطاهر بيتي للطائفين القائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم ذكر الباب التالي باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. يبقى قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق، كأنه قدم هذه الآية لأن الله تعالى كما قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي جواز أن يأكل من الهدي ويأكل من لحوم الأضاحي. لذلك قال باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، يبقى هو له أن يأكل من البدن يبقى ذلك الهدي، يبقى الذي آدى يأكل من ذلك الهدي غير النذر، يبقى النذر كده يخرج بأكمله للفقراء. يبقى النذر يبقى أن يقوم بنحر بعير أو ذبح بقرة أو شاء إن حدث معه كذا وكذا، يبقى النذر ده هيوفي بالنذر والنذر ده بأكمله بيذهب إلى الفقير غير الهدي غير الأضحية. فالمضحي أن يأكل من اللحم الأضحية، ومن أهدى لا أن يأكل من لحم الهدي. فلذلك قال باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. ثم ذكر رواية عن عطاء رحمه الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منها، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، فأكلنا تزودنا. قلت العطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا. ثم ذكر رواية عن عمرو رحمه الله قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلى الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا والنحر بلحم بقر فقلت ما هذا، فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم، أي القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فقال أتتك بالحديث على وجهه. قال باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، يبقى مش بيتصدق بجميع الهدي أو بجميع لحوم الهدي، لكن له أن يطعم منه لأن الله تعالى كما قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبقى قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بيت الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبقى احنا بنتصدق بلحم الهدي أو الأضحية، ولكن لك أن تأكل من لحم الهدي ولك أن تأكل من لحم الأضحية. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. يبقى النذر أن يذبح بهيمة يبقى توزع وتقسم بأكملها على الفقراء، لا يمسك جزءا حتى لو كان يسيرا منها. وكذلك جزاء الصيد، جزاء الصيد لما لو قتل شيئا من النعم يبقى في حال الإحرام أو في الحرم يبقى فيها جزاء كما بين ربنا سبحانه وتعالى، أيضا لا يأكل من ذلك
الجزاء، لا يأكل من ذلك الجزاء. لذلك ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. يبقى ما سوى ذلك، يبقى إن كان هدي، إذ كان أضحية، إن كان عقيقة، غير ذلك، يبقى لا يأكل من غير إيه؟ النذر أو جزاء الصيد. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة، يبقى اللي هو الهدي يعني، قال يأكل ويطعم من المتعة، يبقى يأكل ويتصدق بهذا الهدي. المتعة اللي هو لو تمتع بالعمر الحج فما سيصر من الهدي، يبقى الهدي لا، قال يأكل منه وكذلك يتصدق منه. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منها، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قال: قلت العطاء، أي ابن جريج قال لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. طبعا ده كان في سنة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يمسكوا لحوم الأضاحي أو الهدي فوق ثلاث، فوق ثلاث، ولكن يتصدقون. يبقى ما ينفعش يأكل من لحم الهدي ده أكثر من ثلاث أيام، أيام منا. لذلك قال: كنا نأكل من لحوم بدوننا فوق ثلاث منا. يبقى وبالتالي لا يمسك، يعني ما يقدرش يخزن جزء منه. ده كان في سنة واحدة، ثم نسخ ذلك الحكم. قال: كلوا وتزودوا، فقال لهم: كلوا وتزودوا، فأمسكوا جانب من ذلك اللحم حتى عادوا إلى المدينة. يبقى كان لقلة الزاد في هذا العام، لقلة الزاد، فأراد أن يكون منهم المواساة، فنهاهم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده كان لعام واحد. ثم نسخ هذا الأمر وقال لهم: كلوا وتزودوا، قال: فتزودنا حتى يعني وصلوا إلى المدينة. لكن كانت الرخصة أن يطعموا من لحوم الهدي في أيام منها فقط، ولا يجوز إمساك أي جزء. قلنا: وبالتالي بقى ماذا يصنع؟ هيتصدق بهذا اللحم، قلنا لقلة الزاد والحاجة إلى المواساة، فكان ذلك الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كده قال: كنا لا نأكل لحوم بدوننا فوق ثلاث منها. ده الشاهد، أي كانوا يأكلون هم الهدي، ده الشاهد يعني كانوا يأكلون من الهدي. قال: كنا لا نأكل لحوم بدوننا فوق ثلاث منها، اللي هي يبقى ايه هذه الايام. وكان الحكم ده قلنا تم نسخه، ان كان لسنه واحده، وكان المقصود لان كان قله الزاد والطعام، وايضا اراد منه ان يكون الموسى. لكن هو الشاهد: كنا ناكل لحوم بدوننا فوق ثلاث منها، اي كانوا ياكلون. يبقى ده الشاهد، ان هم كانوا ياكلون ويتصدقون بايضا هذا اللحم. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا، يبقى بياكل اهو، وايضا يمسك جزء من هذه اللحوم، يمسك جزء هذه اللحوم الصالحه يطعم منها، يبقى حتى لو كان فوق ثلاث، حتى لو كان فوق ثلاث. والحكم ده يبقى لا يجوز ان يمسك اللحم فوق ثلاث، الهدي ده لحوم الهدي، ويبقى كان لسنه واحده، قلنا كان مقصد منها عشان يكون المواساة، وكان لقله الزاد والطعام. قلت العطاء، قال: حتى جئنا المدينه؟ قال: لا. لكن هم امسكوها تزودوا حتى يعني جاءوا بها المدينة، يبقى عشان يبين أن ده حكم سوخ. وكذلك أيضا جواز أن نأكل من الهدي أو من الأضحية، وأيضا نمسك جزءا من ذلك لصالح النفس، لكن طبعا الجزء الآخر بيعطى للفقراء، لأن الله تعالى كما قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبقى أطعموا البائس والفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كما بينا في الروايات السابقة. أيضا قالت عمرة رحمه الله: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج. يعني هم خرجوا عشان يعني الحج، ويهلون بالحج حتى إذا دنونا من مكة، يبقى أهلوا بالحج حتى إذا دنوا من مكة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا من النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. وده كان الهدي، وبالتالي ذبح عنهم. وأيضا دخل علينا من النحر بلحم بقر، يبقى أكلوا من ذلك الهدي، أكلوا من ذلك الهدي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة،
يبقى هذا مات بدنا، قام بنحر الجزء الأكبر منها واستكمل ذلك علي رضي الله عنه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقطعة أو ببضعة من كل بدنة، وضعها جميعا في قدر، ثم شرب من مراقيها. يبقى أهدى 100 بدنة وجاء من كل بدنة بقطعة بجزء من لحم، ثم جمع كل هذه القطع ووضعها في قدر، وبالتالي شرب من مراقيها. يبقى أمسك جزء من لحم من كل بدنة، يعني كما أيضا تأتي رواية بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى أكل منها أكل منها. وهنا كما تقول عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا النحر بلحم بقر، ولما قالت ما هذا قيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. يبقى يأكل من هديه ويأكل من أضحيته، لكن كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. يبقى من هدي، من أضحية، من عقيقة، يبقى يأكل منها. ثم ذكر الباب الثاني، باب الذبح قبل الحلق. قال: باب الذبح قبل الحلق. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح. الكلام ده طبعا للي عليه هدي، الحج إفراد ده ليس فيه هدي إلا أن يتطوع، إلا أن يتطوع، مش عليه ذبح. لكن هو بيتكلم في مسألة سواء كان القران أو كان التمتع، يبقى فيه فما استيسر من الهدي. يبقى ده من تمتع بالعمرة الحج يبقى فما استيسر من الهدي، لكن هو أهل بالحج فقط وحج حج إفراد يبقى ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. فيبقى الذبح ده على من كان عليه هدي لأنه حج قارنا أو حج تمتعا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم: أخبرني عطاء ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج. أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: حججت؟ فقال: حججت. قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق. فطوب بالبيت وصوم الورى، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرت له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلا، لم يحل حتى بلغ الهدي محلا. فقال: باب الذبح قبل الحلق. يبقى مجموع الروايات: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح، فقال: لا حرج. كأن بيكون إيه؟ الذبح قبل الحلق في ترتيب الأفعال، فدي طبعا من أعمال يوم النحر. ويبقى منها إن الذبح وبعد كده بيكون الحلق، فإن قدم الحلق قبل الذبح يبقى على ذلك قال: افعل ولا حرج. لكن هيبقى فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده خلاف الأولى. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإثم عن ذلك، فقال يبقى حلق قبل أن يذبح، يبقى كان الذبح وبعدين الحلق. الرواية الثانية قال: زرت قبل أن أرمي، يبقى الرمي قبل الزيارة أي قبل طواف الإفاضة. قال: حلقت قبل أن أذبح، يبقى الذبح قبل الحلق.
قال ذبحت قبل أن أرمي، يبقى الرمي أيضا يبقى قبل إيه الذبح، يبقى الذبح قبل الحلق والرمي أيضا بيكون قبل الذبح، الرمي أيضا بيكون قبل الذبح والرمي أيضا بيكون قبل طواف الزيارة، يبقى لذلك أعماله النحر بالترتيب كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان الرمي وبعدين الذبح وبعدين الحلق وبعدين الطواف والسعي لمن كان عليه سعي، يبقى دي أعماله النحر وهي بالترتيب السنة هكذا. يبقى ده السؤال، يبقى من مجموعة هذه الأسئلة، يبقى الذبح قبل الحلق والرمي قبل الطواف والرمي كذلك قبل الذبح، يبقى الرمي وبعدين الذبح وبعدين الحلق وبعدين طواف الإفاضة وبعد كده السعي لمن كان عليه سعي، وطبعا الذبح لمن كان عليه ذبح أساسا، مع أن الذبح ده مش من أعمال التحلل، أعمال التحلل الرمي والحلق والطواف الإفاضة دي اللي بيتم بها التحلل، يبقى انفعل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأول، وانفعل الثالثة تحلل تحللا كاملا، التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، فانفعل الثالثة حل له حتى النساء، يبقى الرمي والحلق والطواف، لأن دي الأجزاء المشتركة، دي الأجزاء المشتركة، لأن الذبح مش كل الحجية عليه ذبح، الذبح ده بيكون على المتمتع اللي هو سواء أدى العمرة ثم أهل بالحج في نفس العام، أدى العمرة في أشهر الحج ثم أهل بالحج في ذلك العام متمتعا أو كان قارنا، يبقى المتمتع بالعمرة للحج في صفرة واحدة كان عليها دي، لكن لو حج إفراد ليس عليها دي، يبقى وبالتالي يبقى الذبح ده يبقى نقول هيبقى لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لكن حج إفراد قران تمتعا الرمي والحلق والطواف، قلنا السعي لمن كان عليه سعي، لأن من الممكن نحن نقدم السعي كما بينا بعد طواف القدوم، يبقى الحج قارنا أو إفرادا وأتى إلى الكعبة وطاف طواف القدوم جاز له أن يسعى بين الصفا والمروة، وده السعي بدل السعي بعد طواف الإفاضة في يوم النحر، يبقى جاز أن يقدمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دائما أقول السعي لمن كان عليه سعي، لأن البعض خلاص قدم السعي، لكن طواف الإفاضة يبقى لا نتممه إلا في يوم النحر، الحلق كذلك ورمي الجمرة دي أولى أعمال يوم النحر كما بينا، يبقى دي الأعمال هو الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي، يبقى عنده الرمي وعنده الحلق وعنده طواف الإفاضة، يبقى دي الأفعال التي تتم بها التحلل، دائما يقول لك تحلل أصغر تحلل أكبر أو تحلل الأول تحلل الثاني، التحلل يبقى إيه قائمة المحظورات، يبقى لما أهل يبقى كان في قائمة محظورات، متى ترفع هذه القائمة؟ لما بيعمل بيتمم أعمال يوم النحر، إن رمى وحلق يبقى الحالة دي تحلل، التحلل الأول حل له كل شيء كان محظورا منه أو حرام عليه، حرام عليه حتى إلا النساء، يفعل الثالثة يبقى عند ذلك حل له كل شيء حتى النساء، يبقى إن رمى وطاف يبقى التحلل الأول، إن حلق وطاف يبقى التحلل الأول حتى يأتي بالثالثة، إيه الفعل الثالثة؟ يبقى مثلا هو حلق وطاف يبقى يتفضل الرمي عشان التحلل الثاني، نقول إن هو رمى وطاف يبقى تفضل ليه الفعل الثالثة اللي هي الحلق، يبقى أي فعلتين يبقى يتحلل من خلال التحلل الأول اللي هو الأصغر حل له كل شيء إلا النساء، أول ما يفعل الثالثة يبقى حل له كل شيء حتى النساء، وده بيان أيضا أن هذه الشريعة شريعة اليسر وشريعة رفع الحرج، يبقى هذه شريعة اليسر ما فيهاش تعنت ولا فيها تضييق، زي ما احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن في حال عدم وجود الإنسان إيجاد الإنسان للماء أو تعذر استعمال الإنسان للماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم أيديكم منه ما يريد الله يجعل لكم من حرج ولكن يريد يطهركم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج
يعني رفع عنا الحرج. ما يريد الله يجعل لكم من حرج ولكن يريد طهيركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم. خلق الإنسان ضعيفا. يبقى احنا قلنا شريعة شريعة يسر، شريعة رفع رحمة، وشريعة رفع الحرج. يبقى نتيجة الإنسان مطالب أن يتوضأ إن أحدث لكي يصلي، لأن لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يتعذر على الإنسان استعمال الماء، إما لعدم وجود الماء أو يتعذر لأمر ما كأنه ممنوع من استعمال الماء، فكان فيها التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما بنقرأ الآيات التي في بتتكلم عن رمضان وصوم رمضان، وأن الله عز وجل أرخص للمريض والمسافر حتى يقضي أياما أخر، حتى يقضي هذه الأيام في أيام أخر. والله عز وجل رفع عنا الحرج. يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى التخفيف، فدي شريعة رفع الحرج، شريعة اليسر، شريعة الرحمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، قدم أو أخر قال افعل ولا حرج. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. قلنا طبعا رمية الجمرة بتبدأ من طلوع الفجر، بتبدأ من طلوع الشمس. رمية الجمرة أساسا صار تطلع بتبدأ من طلوع الشمس، لكن جاز أن تكون من بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرخص لضعفة أهله يبقى أنهم أن يدفعوا من المزدلفة من جمع، يبقى بعد إيه؟ إذا غاب القمر، وأن القمر بيغيب في الثلث الأخير، في اليوم ده لما بيغيب القمر، الغاب القمر بيغيب في الثلث الأخير. ولذلك قالوا إذا أمضى أكثر من نصف الليل جاز له أن يدفع منى المزدلفة، بيذهب إلى منى يصلي الفجر وبعد ذلك يبدأ الرمي. فإن رمى رمية الجمرة بعد الفجر بقى هي صحيحة، ولكن أصلا هي بتبدأ التوقيت من بعد طلوع الشمس. قلنا ليه؟ لأن الإمام بيقف عند بعد أداء فجر يوم النحر كده بيأديه في المزدلفة، يقف عند المشعر الحرام يدعو حتى إذا أصفر جدا أو شاك الشمس على الظهور يبقى بيدفع من مزدلفة، وبعد ما بيوصل إلى منى يكون طبعا هي يبقى أشرقت الشمس تماما، يبقى يبدأ رمي جمرة العقبة. يبقى رمي جمرة العقبة يرمي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة. فلكن أرخص لضعفة يعني الناس، النساء أو الصبيان أو الكبار في السن. قال رميت بعدما أمسيت، أمسيت يعني مش شرط أن هو يكون دخل الليل، ولكن يعني أمسيت أي أنه بيكون بعد الزوال، يبقى بعد الزوال لغاية الليل. ده أيضا يقول قد أمسى، يبقى ده قد أمسى. والمساء دوت بيبدأ من بعد الزوال، من بعد الزوال. لذلك قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. حتى لو كان الإنسان دخل عليه الليل يبقى بيرمي، يعني حتى لو دخل عليه الليل ما رماش ودخل عليه الليل يبقى يرمي أيضا، يبقى دي من أعمال يوم النحر فيرمي برضه أيضا، مع أن طبعا اليوم بيحتسب من الفجر لغاية المغرب وبعد كده بيكون الليل، لكن على ذلك لا حرج، ارمي ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم البطحاء، وكان في اليمن أيضا، يعني كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحسن. ويبقى هو قال أهللت يا لبيك، قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو أهل به؟ لا يعلم، ولكن هو أهل. وعلي بن أبي طالب رضي عنه أهل بنفس هذه الصورة، قال أنه أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، حرام أنه كان بيجهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أهل حتى تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بما أهل.
فأقر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أشركوا في هديه، لكن بالنسبة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أمره أن يتحلل بعمره لأنه لم يكن قد ساق الهدي. طب علي بن أبي طالب لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه فأصبح كأنه ساق الهدي، فلذلك أقر على إهلاله، يبقى أهل كده قارنا. وأبو موسى الأشعري قال أهللت لبيك بهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسنت وانطلق فطوف بالبيت والصفا والمروة، يبقى تحلل بعمرة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، يبقى كان فيه من القمل وغير ذلك، قال ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، يبقى هنا يبقى تحلل بعمرة أولا وبعد كده أهل بالحج. وقلنا يبقى الفرق بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليهم في هديه، لكن أبو موسى الأشعري لم يكن قد ساق الهدي، وبالتالي أمره أن يتحلل بعمرة. قال ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس، اللي بالمتعة، يبقى بأن هو يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم إن حج في ذلك العام يبقى ده تمتع بالعمرة حج في سفرة واحدة. قال فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرت له، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، كان يرى المتعة، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. قال إن إحنا لو أخذنا بالقرآن قال وأتموا الحج والعمرة لله، يبقى إتمام، قال لك إتمها لغاية لما نؤدي النسك. فكان عمر لا يرى بهذه التمتع، يعني يراه. ولذلك أبو موسى الأشعري يقول فكنت أفتي به الناس بالمتعة، وعبد الله بن عباس كما بينا في الروايات السابقة حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرت له، فلما نهى عن ذلك ذكر له أبو موسى الأشعري ما كان، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة لله، قال وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محل حتى بلغ الهدي محلة، يبقى لم يعني يتحلل من إحرامه، يبقى السنة كده إن هو لما أهل لم يتحلل إلا بأعماله من النحر، ونخدنا بالكتاب يبقى القرآن بيقول إن إحنا نتم الحج والعمرة لله، يبقى إيه، لكن ما يكونش عمره ثم يتحلل ثم يهل بعد ذلك. فأبو موسى الأشعري ذكر ذلك لعمر الخطاب رضي الله عنه، ولكن قال نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محل. وطبعا لكن يعني معلوم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان معرضا لعمر الخطاب رضي الله عنه، وبينا في الروايات السابقة. ثم ذكر الباب التالي، باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.